يا أمير المؤمنين وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فوز فوزا عظيما قم ناشد الإسلام عن مصابه أصيبه كتابه قم ناشد الإسلام عن مصابه أصيب بالنبي أم كتابه أم أن ركب الموت عنه قد سرى بالروح محمولا على ركابه في مسجد
خليني يا ابو يا مصاب جدنا شخل بينا وجانا مصاب هالنوم الزكية يا بجانا مصاب هالنوم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يسأل كثير من الناس أنه العدالة قضية سهلة، يعني فت خلق ونبل عالي، فت قضية مثالية أشبه بالقضية النظرية، وبالتالي يصعب مثل هيك نبل مثل هيك مثل عالية أن تطبق. فكيف استطاع علي عليه السلام أن يطبق العدالة في مجتمعه؟ هاي قضية صعبة. شلون نزلها علي سلام الله عليه إلى أرض الواقع؟ كيف نجح؟ الإمام سلام الله عليه بصريح العبارة وبجواب سهل، الإمام سلام الله عليه استطاع أن يطبق هذا المثل، هذه المفاهيم الراقية في العدالة وفي حقوق الإنسان، يطبقها لأن نزلها من نظرية إلى تطبيق، نزلها من مفاهيم إلى أرض الواقع بشكل عملي بفعل، مو بأقوال مو بحديث، مو مع احترامي وجل احترامي للمنبر، المنبر صنعنا وخلقنا وربانا ونمانا، لكن في بعض الأحيان قد يكون المنبر كلام، علي سلام الله عليه مو كلام، على المنبر وواقع، على كتاب وتطبيق بالخارج. احنا عندنا مشكلة الآن نعيشها، مشكلة أشبه بالانفصام بالشخصية، تؤمن بشيء وما تطبق. أمير المؤمنين ما كان عنده هذا الانفصام، كان عنده توافق بين حركته وبين الدين، كان علي هو القرآن الناطق، هو القرآن المجسد على الأرض، استطاع أن يطبقها. أدخل بالموضوع مباشرة لأن هو نقاط مهمة. الإمام سلام الله عليه أول ما وصل إلى الحكم، من وصل إلى سدة الحكم سلام الله عليه، إجا الإمام علي. شلون إجا؟ إجا وقف أمام الناس، نقل مباشر، مؤتمر صحفي، عبر عنه ما شئت أمام الناس، قال لهم أنا سوى جلد،
لما يملك من معلومات. قال لهم أنا لا أملك إلا هذه الجبة، إن خرجت بأكثر منها فحاسبوا. جلد جلد، أنا أملك 1، 2، 3، إذا طلعت بأربع حاسبون. هذا جلد لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال قولته: والله، وهو صادق سلام الله عليه، لئن أبيتن على حسك السعدان مسهدا. حسك السعدان إن شاء الله تعرفون الأخوة كلهم، حسك السعدان عبارة عن شوك نبات بشوك أشبه بالأبر. ها شلون واحد يحط أبر وينام عليه يرتاح؟ تغمض عينه كل ما يتقلب يقدر يأخذ راحته. أمير المؤمنين يقول: لئن أبيتن على حسك السعدان مسهدا وأجر في الأغلال مصفدا. شنو عندك يا علي؟ شنو وراها؟ أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله ظالما لبعض العباد أو غاصبا لبعض الحطب. تدري البعض شنو عند أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ هو كبير عنده، هذا البعض اللي عندنا ها ما يسد يجوز تتربع الدنيا، لكن عند أبي طالب عنده شنو؟ هو يقول، يقول: والله لو أعطيت الأقانيم السبعة بما تحت أفلاكها. يعني الدنيا طويلة، الأقانيم السبعة بما تحت أفلاكها. شنو المقابل سيدي؟ والله قل لنا. قال: على أن أعصي الله، مو إنسان، نملة، على أن أعصي الله في نملة أسنمها جلد شعيرة ما فعلت. من ثم آخذ هاي اللي ما أخذتها تريد تضمها، ها؟ مأمنة مأمنة حتى النملة على بطاقة التموين، توصل لها بأمان، ما تنسرق، ما موجود مخصص لها في بيت الحياة، في حياة أمير المؤمنين، في حكومة أمير المؤمنين، مأمنة مأمنة على كرامتها النملة، ها؟ مأمنة على حياتها، مأمنة على وضعها، ومأمنة على عيشتها. شايلة النملة، مولانا حقوق النمل موجودة متوفرة في حياة أمير المؤمنين، ما بالك بالإنسان. شلون الإنسان؟ أعطيك مثال. الإمام علي سلام الله عليه اجت الأمة، الأمة راكعة خاضعة متأذية متدمرة ممن سبق ممن مضى، عاشت الضيم والقهر والمعاناة، وجرب غيري تعرف خيري. اجوا، مو مهم، اجوا، اجوا لأمير المؤمنين. من اجوا للإمام علي سلام الله عليه، تدري السياسة من تجي الأمة بهالشكل يلعب بها لعب مولانا، يقول هاي أصوات عندي، صح؟ الإمام إجتي سوى الإمام طبعاً، وكانت الأمة قلت لك إلى جانبه، وقدرات دولة استوها فتية، ها؟ ومو منطقة ومنطقتين تحت سلطة الإمام، أكثر من 50 دولة، وذاك الوقت قطاع كبير من الأرض كان تحت سيطرة الإمام أمير المؤمنين، فلوس يعني، فلوس إمكانيات. قاعد الإمام سلام الله عليه يعني في مسجد الكوفة ويسمع لك أصوات ضوضاء خارج المسجد. التفت إلى مالك، قال: يا مالك شنو الموضوع برا؟ أسمع أصوات ضجيج. راح مالك ورجع، قال له: سيدي جماعة مظاهرين عليك. شعدوا؟ قال: منزعجين جماعة، يقولون علي بن أبي طالب بطل صلاة التراويح. صلاة التراويح زين، علي بن أبي طالب الآن قوي، الأمة رايته، وعنده صولجان وسلطان وبيده مقادير، وماكو حقوق إنسان، ما كانت منظمة الأمم المتحدة موجودة، ها؟ واللي على الباطل والحق تشتغل. يعني مرات التدريب طارد إرهابي، وإذا تركض وراك تقول لك: لا تقتل مثلا، لا تقتل هذا الشخص، لا تعرضه إلى الأذى. طيب إرهابي هذا، أترك أن يجي يفجرني،
يحولني إلى قطع متناثرة دمر بلدي، أخذ خيراتي، سحب مقدساتي، شو أسوي له؟ قل لي شو أسوي له؟ تشتغل حقوق الإنسان، ما كانت موجودة سابقاً حقوق الإنسان، يعني عملياً يقدر يشتغل على ابن أبي طالب اللي يريده. سوى ماذا صنع هذا الرجل الحاكم القوي اللي يريد كل هذه المقدرات؟ قالوا بالقوة طردوهم اعتقالات أبدا. قالوا عم دونكم ما تريدون، سووا اللي تبتوا، صلاة أبويا صلوا، ما عندنا مشكلة صلوا، لكن افهموا من عندي كلمة، هذا الذي تصنعوه حرام، هذا الذي تصنعوه مخالف للشريعة. ليش؟ لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله ما شرع هذه القضية صلاة جماعة، فهذا احنا بنصلي ترى هاي صلاة تراويح اللي تؤدى الآن بالمساجد، واللي الغريب يعني الغريب يتقاتلون على أدائها، يتقاتلون على أدائها، عبادة ما عندها مشكلة، لكن أن تصلى جماعة. رسول الله قال لهم صلي فرادى. أنت لا نرجع إلى كتب الأدعية كتب العبادات في شهر رمضان، وارد عندنا أن تصلي 1000 ركعة وتقرأ القرآن زين، وأكو جملة من الأوقات تصلى هذه، وعندنا من 300 ركعة أو 300 يعني ركعة تصلى في هذه الأيام الثلاثة ليالي القدر موزعة، والبقية على شهر رمضان عندنا موجودة هاي الصلاة، لكن أن تصلى جماعة هاي بدعة. أمير المؤمنين طلع قال أبوي هاي بدعة، لكن يا عمي أنا لا أكره في الدين، أنا ما أقدر أجيب السيف أضربه على رؤوسكم حتى تبطلوا، تريدون حقوق إنسان فضل خذوها. راد يشيل شريح القاضي قال له لو سنة عمره، قال قضية مو هذه، علي بن أبي طالب ما عنده، ما قال هم بوي فرقوها بالقوة بالغازات السامة بالمسيلة للدموع، ضربوهم اعتقالات سجن أبدا. أعطيك مثال ثاني شوية أقوى من هذا المثال، علي بن أبي طالب سلام الله عليه فد شيء يعني على اتحام شيء يتحدث عن الإنسان. محمد جواد مغني رحمة الله عليه يقول علي بن أبي طالب كما ينقل عن النظام أحد علماء الجمهور يقول محنة على المتكلم، محنة، يقول إن أعطاه حقه غلب، بخسه حقه أساء، المنزلة الوسطى دقيقة الشأن حد يعني صعبة الملتقى، ما تقدر. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من جملة الناس اللي كانوا وياه بالكوفة الأشعث ابن قيس عليه لعنة الله، هذا الرجل اللي فدعانة غريبة، هو عذب للنبي، عذب لأمير المؤمنين، بنت جعدة سمت الإمام الحسن، ابنه محمد بن الأشعث كان له دور جدا كبير في مقتل مسلم ابن عقيل، خرج لحرب الحسين وخاطب للحسين بكلمة وحي مؤلمة، إن الحسين رفع إيده إلى السماء بحرقة قلب زين، وأنه قطع نسب بفاطمة محمد بن الأشعث زين، ورفع إيد الحسين عليه السلام، اللهم إن محمد بن الأشعث رفع أو قطع نسبي يعني أنكر نسبي إلى رسول الله إلى فاطمة عليه السلام، ودعا عليه بدعوة يعني كبيرة ذاك الوقت. هاي عائلة من المستوى زين. الأشعث ألفت نظرك إلى أنه أكو عندنا خيوط تدلل على أنه كان متآمر مع عبد الرحمن بن مرجاني في ضرب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وترى أكو هناك بحوث الآن، صحيح الخوارج كان منهم دور نفلوا، ولكن شوف هاي الروايات اللي تقول أنه قتل في نفس الليلة أو تم ضرب في نفس الليلة 3 عمرو بن العاص وذاك الثاني معاوية وأمير المؤمنين سلام الله عليه من خلال فد مؤتمر حصل بالكوفة، أكو هناك بحوث الآن تطرح على أن لا هاي العملية كلها عملية مفبركة ومو بعيدة على معاوية أن يشتغل مثل هذه القضية بهذا الشكل ويهيئ الخوارج حتى لا يقال أن فلان قتل فلان، لاحظ؟ فقدم هؤلاء وكان من جملة من اتحرك مع عبد الرحمن بن ملجم هو الأشعث
ولهذا بمجرد أن ضرب الإمام علي مالك بن الأشتر وقف توجه بالاتهام إلى الأشعث بن قيس. الأشعث بن قيس إلى دور جدا مؤلم ومؤذي لأمير المؤمنين في الكوفة. زين عنده بيت وبيت مأذن وكان يصعد على المأذنة ويأذن. طبعا الأذان شيء زين، وأيضا كان يتخذ هذه المأذنة طريق للسب وللشتم لأمير المؤمنين سلام الله عليه يعني في وين؟ في الكوفة، في الكوفة في عاصمة الإمام سلام الله عليه. زين طبعا الإمام كان عنده مأذنة يصعد فيها يأذن، وهذا الفت نظرك إلى هذا الموضوع. طبعا للأسف الشديد احنا قضية الأذان والمأذنة والمؤذن ربما يعني ما بالتفتين إلى كثيرا مع عظمتها، مع أنه وارد روايات كثيرة بطرق الفريقين أن عليا هو الذي كان يؤذن بنفسه الشريفة، يرتقي المأذنة ويؤذن. مع هذا الإمام سلام الله عليه كان يؤذن من جهة، وكان هذا الرجل يصعد على المأذنة مالته بيته فيبدأ بالشتم والسب وأنك فاجر كاذب وفي روايات فاجر كافر. وأعتقد أكو حاكم يمكن أن يسب ويشتم في وضع إسلامي وفي حالة إسلامية كهذا السب والشتم وبشكل علني أمام الناس؟ اجوا ناس إلى علي عليه السلام من أصحابه قالوا له يا أمير المؤمنين هذا هواي مؤدب، هذا هواي يتجاوز، هذا المفروض إحنا نعتقله. قالوا ما نعتقله، رجال صاحب رأي، هسه هو ما يرى وجهة نظر أنا صالح للحكم، احترم رأيي خليه على وضعه الطبيعي. زين مو بس هذا، شوف أكثر قضية الآن إذا تفيدين يا شباب الله، شوف الخوارج، الخوارج وين كانوا مركزهم؟ وين مين طلعوا؟ الخوارج طلعوا بالكوفة، نشأوا بالكوفة وتربوا بالكوفة، يعني معارضة رئيسية جدا لمن؟ للإمام علي سلام الله عليه في الكوفة. سوالوا الإمام كيف سوالوا؟ كان يروح حاكم ها ولا يروا حاكما ولا يروا صالحا للحكم، وكانوا يعملون مو بس هذا من أجل إسقاط النظام الحاكم، يعملون بدون جهد من أجل سقوط حكومة الإمام سلام الله عليه. والإمام يدري زين، كان يسوي، كان يروح الإمام إلى مكاتبهم يقعد سلام عليكم وعليكم السلام، يسألهم الإمام ما الذي نقلتموه؟ شفتكم ويانا يقولوا له واحد اثنين ثلاثة خمسة عشرة. المهم الإمام هم يجاوبهم، طبعا الإمام عنده جواب، يجاوب كل وحدة ويرد كل هذه الأمور ويحتج عليهم، يشوفهم مصرين، هم ناس متحجرين بالخوارج. فقام الإمام سلام الله يشوفهم خلاص مخفولين، يقول إيش قال لهم الإمام؟ قال لهم اسمع، هذه مساجد الله، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكر اسم الله فيها. ما نقول لكم هاي المسجد مال آل فلان والحزب الفلاني والجهة الفلانية، وبالتالي من الطب واحد من الجهة الفلانية إلى الجهة الأخرى العيون عليه. لا، ما نحاربكم نفسيا، ما نحارب أبدا، كل واحد يقدر يدخل إلى مساجدنا، وأنتم لازمتم من المسلمين نحترمكم وتحترموننا، وتبدأ عملية الاحترام المتبادل. هذه مساجد الله، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا اسم الله فيها. بعد ولا نمنعكم الفئ، مو تقولون احنا نحاربكم بالرزق بالفلوس، ما عندنا ولا في قوس ولا مقياس ولا قاموس عن ابن ابي طالب انه هذا المثل الانجليزي اجع كلبك يتبعك، ما عندي. انت مولانا تريد اكو عندك ما تجي تاخذه، ما نعذبك احنا، ما نقطع عنك العطاء. ولا نمنعكم الفيء ولا نبدأكم بقتال، احنا نبدأكم بقتال ما نقدر. ليش؟ لان انتم وجهة نظري، نعم ما دامت ايديكم معنا، يعني ما لم تجرحوا تقتلوا، اذا صار قتل وجرح ذاك بعد هذه القضية قضية جنائية لابد ان نقتص من عندكم. اما ترى
ان هذا الحاكم مو حاكم صالح للحكم، انا ما اقاتلك على هذا الاساس. ولذلك قالوا لك امير المؤمنين الاشعث بن قيس خطر، ها السجنه. قال ما نقدر نسجنه، هذا رجال صاحب راي. زين هذا واحد. اثنين قالوا له زين هاي المعدنه مالته ليها مجال. فقوموا قعد شوي بعد جماعه يقولوا لنا جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، اللهم عجل فرج وليك القائم. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. يا رب الله وليكم. صل على محمد وآل محمد. أيضا على حب علي أمير المؤمنين بأعلى أصواتكم. قالوا له زين السدد هذا يبقى، خلي يبقى، المعدنه مالته هدمها، هاي سببت لنا مشكله. قال لهم لا، المعدنه شلون هدمها؟ هاي المعدنه اليس قد بناها في داره بيته هذا والناس مسلطون على اموالهم. حيرتنا يا امير المؤمنين، شلون هذا يعني وهذا يبقى؟ نعم، الله علينا بقلب. وعلي هو الذي يقول فيه رسول الله، احنا في بعض الاحيان قد نقعد لنا يم مرجع يم شخصيه معينه اجتماعيا نقول ناخذ صور ونوديه، انا فلان وانا فلان وقاعد يم فلان. علي قال فيه رسول الله، علي مع الحق والحق مع علي. ومع هذا مولانا ما استعمل هاي فد شعار لضرب الاخرين، احترموا واحترم اراءه. شوف ايش قد فرق، ايش قد سياسه، ها؟ ولهذا الفت نظرك الى انه مو بس المسلمين في داخل المجتمع الاسلامي عاشوا الامن والامان من قبل علي، حتى غير المسلم، حتى غير المسلم. يدخل علي بن ابي طالب ويا جماعه الى كنيسه يقولوا له يا امير المؤمنين لا طالما، شوف بعض الاحيان اكو واحد يصير ملكي اكثر من الملك، مو؟ اي طب ليش اسمه صار هو يستنقص من المكان وعلي طابله. قال يا امير المؤمنين لطالما اشرك بالله هنا اجابهم ولطالما عبد الله هنا. طب انت مره تنظر من وجهه نظرك الخاصه ومره تنظر من وجهه نظر الاسلام القران رسول الله. يفتر امير المؤمنين بالشارع يجي له واحد مسيحي رجال شاي كبير ما في ايده. قال لهم عجيب يا مالك، معقوله شهادة اجى وتعب وكبر وقدم؟ قطعا هذا شاب بنى اشتغل يعني قدم للمجتمع شيء، هذا لما كبر الان بعد ما عنده شغل ما يعطى الى